كادت الكاتبة الصحفية وعضوة مجلس النواب فريدة الشباشي في تصريحات للتلفزيون المصري أن قضية الهوية المصرية ذات أهمية خاصة، وأوضحت أن كل الصعاب والتحديات التي تم اجتيازها تم بفضل الهوية المصرية. قضية الهوية المصرية دي في منتهى الأهمية، وفي رأيي أنا يعني بتحتل أولوية أولى، لأنه إحنا كل المصاعب اللي اجتزناها وكل المخططات اللي أفشلناها تمت بفضل الوحدة الوطنية اللي هي الهوية المصرية الواحدة، لأن في اللحظات الخطر اللي صدفتنا قبل كده وهي كانت متعددة ومش بسيطة يعني، لأن كان وراها قوى الشر كلها، ليست مجرد سطر في كتاب، لا دي اشتغلوا لها كتير قوي، والصحوة المصرية اللي حصلت بتبقى أكبر دليل على إنه الهوية المصرية الحمد لله لا تزال هي الحاكمة.